طريق مسدود مرة أخرى أمام مفاوضات وقف النار في قطاع غزة. فلا حماس ولا إسرائيل وافقتا على العديد من مقترحات الحلول التي قدمها الوسطاء في محادثات القاهرة خلال أحدث جولة مفاوضات. فالجمود الذي قدمه الطرفان وفق مصادر عربية ضاعف من الشكوك أمام فرصة الوسطاء لإحراز تقدم لإنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ 10 أشهر. حنان، أذهب إليك في ملفات كثيرة توصف المعقدة تمر فيها المفاوضات، لكن على ما يبدو الجولة الأخيرة أظهرت أن محور نتساريم ربما كان من أبرز نقاط الخلافية. لماذا؟ محور نتساريم نديم يقسم قطاع غزة إلى قسمين شمالي وجنوبي، وتوسيع وجود القوات الإسرائيلية فيه ربما يهدف إلى فرض واقع جديد في القطاع بعد الحرب لترسيخ الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة. المفاوضات طبعا كان هناك أكثر من ملف متأزم في هذه المفاوضات، وهناك مسؤولون غربيون قالوا أنه فعلا كانت الفجوة والهوة كبيرة بين حماس وإسرائيل فيها، ولكن طبعا الأمال لازالت على أنه يقوموا بجولة أخرى قريبة في مفاوضات ومحادثات أخرى. ولكن نتحدث عن نتساريم، أحد أهم القضايا الخلافية. نتساريم الذي يقسم قطاع غزة من الشمال والجنوب إلى قسمين، قسم الوسط والجنوب، قسم واحد والشمال، وهناك حاجز إسرائيلي على خط الرشيد شارع البحر، وحاجز إسرائيلي آخر، يعني هذه المسافة 6 كيلومترات، وهذا كان أحد المؤشرات أنه إسرائيل قامت بتوسيع المحور أثناء التفاوض يوم أمس، وكان هذا مؤشر أنه إسرائيل لا تريد للمحادثات أن تنجح. 6 كيلومترات بحسب الأقمار الصناعية رصدت توسيع أكبر. هذا الحاجز كان أصلا موجود منذ عام 67 عندما احتلت إسرائيل قطاع غزة وفرضته، ولكنها كانت هي محتلة القطاع كاملا، وبالتالي كان ضيق، يعني الشريط أصلا ضيق، ليس بالعرض الذي حدث الآن، وطوله فعلا كان من شارع رشيد حتى شارع صلاح الدين شرق القطاع، والذي أيضا يوازي شارع الرشيد ويفصل القطاع من شماله إلى جنوبه. الآن هذا الفصل ربما بحسب البعض هناك مخاوف أنه يؤسس لعمليات استيطان مقبلة. موضوع شمال قطاع غزة هو الهدف يبدو عند إسرائيل، لأنه هو الأقرب إلى منطقة الغلاف، 2.5 كيلومتر تقريبا عن أول بلدات إسرائيلية في منطقة الشمال. صحيح أن البلدات تلف القطاع من شماله إلى شرقه، ولكن هذه المنطقة هناك كثافة سكانية للإسرائيليين في منطقة شمال قطاع غزة، بلدات بيت حنون بيت لاهيا قريبة جدا من البلدات الإسرائيلية، وهذا ربما يعزز المخاوف لدى بعض الفلسطينيين من إمكانية الاستيطان في هذه المنطقة، إضافة إلى البعد الأمني أن إسرائيل تستطيع أن تسيطر على كل من يتجه من قطاع غزة إلى الشمال، سواء كان أسلحة أي شيء أو أشخاص أو مقاتلين إلى منطقة الشمال.